طوموبيلتي جاي كنجري نجري 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 خرج فيا عجل هرس لي الطوموبيل دك دكا فرتكها اللي شاف الطوموبيل كيقول هاد لادامي موحش يعيش الطوموبيل فرشخت راكم عارفين الطوموبيل اللي كيتباعوا في المغرب كيديري هاك تشوف فيها كتلوى بحال شاري مقلة خريا من عندنا شريو بانيو ب 9 مليون كنا ناخذوها في صندلة قديمة بانيو بغيتي تركب بانيو بغيتي تصبن اونو ودقدق ليا الطوموبيل واللي شاف الطوموبيل كيقول هاد خينا موحش يعيش ولكن ربي نجاني ربي نجاني خرجت من الشكمة اه ما تعجبوش اللي تعجب يتفلى كسيريت مزيان بلي مليا وخرجت بالعشرية مع الحكومة ديال ما تشديها اليسار نفعتني اليسرية وانا نخرج خرجت تجمعوا لي الناس كيقولوا لي على سلامتك على سلامتك على سلامتك قلت لهم الله يسلمكم وجا واحد خينا قال لي جمع فو امني بقيت التحيه قال لي هذيك هي الدنيا وما فيها اما الحديد قال لي جمع فو قلت له جمع فو شاريها لي امك انا راهن فيها ولادي ونسيبتي ما رضيتش قلت لهم دابا تجيبوا لي شيكسبير يقوم لي الطوموبيل قال لك لا خليها تما تيجي شيكسبير على خاطره ولكن انا خصني باش نجي للميكاراما انا خصني شي ساويله من سوائل النقل باش نجي عندكم وانا نتفكر واحد الجن صاحبي ما تشدش في رمضان حتى هو كيجي لهذوك الاخرين عفاو خرج كفاله عنده قرقاره فيها سانسور عنده بيسين وسط القرقاره معمرو سيدي علي وانا عيطت للجن قلت له انا مزاولك في الله قال لي اش داك الشيء قلت له دابا تعزم لي على الطوموبيل قال لي شويه عاود عيط ليا بقيت كنفكر كي غندير بلي واحد الطاكسي ديزو نشير لي طاكسي ويوقف صيقه مراه ولي سوق الطاكسيات انا بات ليا مراه في اليسر قلت الطاكسي ديال الانجليز هذا الشيفور راه في اليمن تلفت بالي اللي من خاوي قالت لي طلع قلت لها كيفاش طلع وين طلع نطلع على طلوع الطاكسي بحال نزولو ها ومنين طلع الطاكسي واش راجلك مشينا وياك فساد ولا انزلي قالت لي طلع في الكوفر تنفوتو دار عقيزاتي قلت لها اش كتصوب الطاكسيات قالت لي جراو عندنا من الكباريات وقالت لي بعدا حنا مولفين مصيري في الكباري وكندورو حركه وعندنا وليداتنا وخصنا ليكواش وخصنا الحليب وخصنا المصروف قالت لي ما فهمتش علاش الحكومه كيطبقوا القانون غير من رمضان رمضان قلت لها عاد كيسحاو عاد كيسحاو لان العام كله مقلوبين قالت لك حق الحكومه سموهم موميسات ما خصهمش يبقاو في كباري حيت موميسات موميسات غير في رمضان يفوت رمضان مكويسات هما كيعيطوا لهم في البورطاب ديالو قلت لها لا شوف هذا الشيء ديال الخمور وهذا الشيء ديال هذا خليه على الله قلت لها حنا كنا صابرين مع هذا الشهر قلت لها قال بها العجوله ديال البدن غير صبري قلت لها غير صبري قلت لها كندوز واحد البيسري ديال هذاك الشيء وكندنت نهد على دزتو قدام القبر ديال الوالد قلت لها هذا الشيء ديال الخمر حنا الرجاله حنا محنين واش عباد الله كتم داخل الكباري مع 8 د الليل داك البوليسي اللي كيقول لك مرحبا هو اللي كيشدك في جوج الليل هو بزريويتو فريدي هو 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 انا واخا كنتلاوح كنبقى عاقل عليه حيت ما كتلو معاك مع 8 كتكون باقي ساحي غادي تقرب لك تقول له حايد حايدتك فين الديمقراطيه فين الشفافيه فين الحوار كيخليك تنعس فيك الديمقراطيه وتنعس فيك الشفافيه وكيقول لك اجي الحوار اللي ولدك هزين اجي 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 جبتيهم تبات حدا وليداتك ما جبتيهمش طلافيط هذه الاولى قلت لها بريمو سكيمو كتدخل البيسري ديال الشراب شي ميكرو صافي صيفطوا عليه من المعارف عارفيني غنوضها اجي يا وليدي اجي تولاله تسكيمو كتدخل بيسري ديال الشراب عباد الله مواطن مغربي في المغرب حامل البطاقه الوطنيه المغربيه كيدخل بيسري ديال الشراب كيشري ويسكيه مكتوب فوق منها وزاره التجاره كيشربها كتشد وزاره الداخليه وقال لك غنديروا التوأم للمدن نديروها غير الوزارات وزاره بيع وزاره شدني او واش هاد الوطنيه ديو شدينا استقلال وندمنا ها
وقالت لي يا خويا، قالت لي باش غدير؟ قلت لها اختي الله يعاونك هديو لافاليز. انا عيطت للجنين، عيطت للجنين قال لي شوف تلفت تلفت بانت لي طونوبيل غاكيدون. قلت له فين ما تبقى؟ قال لي نوي نوي وركب. نوي تركبت، عطاني طونوبيل جابونيه سميتها ميكشي بيكشي، اصلها من جابون، مراد عيو بريسلي. قال لي واركب. وكتفي الورق ديالها، قال لي لا باقي ما مدوناش، ديوانتها غاليه 25 مليون غير ديوانها. قال لي ولكن شوف تنشوفوا شي برلمان يعطيو 10 مليون ودون غير ثلاثه. الجن اللي قالها بشي ماشي انا، الجن اللي قال لي قولها حيت كيبيعوا البون ساكن، كيبيعوا البون ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش. ركبت على الطونوبيل قلت لها ماش تنوطها. قال لي عندك جري بزاف راه فيها 25 عود وحماره. وقلت لي دار السلام هذه ماشي طونوبيل. وقال لي سير شويه ومعايا ديكابوطابل. اش دار لي الناموس في الطريق؟ ما حيت ينضب الطونوبيلات ما حيت ينضب الناموسه. هذاك الناموس عرفت شكون جابو المغرب؟ جا مع عيسى حياته. عيسى حياته هو اللي جاب الناموس، مشى بقى الناموس هنا. شديت الطونوبيل مشيت كنجري، دخلت لستاسيون ديال ليسانس، درت بلان ديال ليسانس ما عجبنيش ريحته الزفره، خويته درت بلان ديال المازوت، دار لي الدموع في عيني، خويته وانا ندير بلان ديال زيت العود. درتها ماش ناضت، هادي طونوبيل بلدية. وهي تسكت، سكتت ليا عاوتاني، وأنا نتفكر حليت الكوفر لقيت خبزة، جبت لها جيت الكابو، عريت الكابو، بقيت نغمس، نغمس وناكل، نغمس وناكل، وهي تنوض، ناضت، ناضت، خلصت المونستالاسيون، درت سانتي سيكيفيريتي، حزام سمامة. نوتها درت السينيال حكيت سناني وانا نطير. عفطت عفطة وحدة نجري ونقول ما جريت، نكسيري ونقول ما كسيريت، ندردك ونقول ما دردكت. هاي جاي ب 740 اللي بجيبي. اللي خلى لي مونستالاسيون نجري ونقول ما جريت، وخدمت هذاك الكليماتيزور وتغطيت الكاشة وكثيري دست قدام واحد الكوليج في الدار البيضاء. واش داروا عليا الدريات؟ واش داروا عليا الدريات؟ وهي ربي مولاي الشانطي تسد. خرجوا الدريات من الكوليج، حيدوا الطابليات، حلوا شكايرهم، لاحوا لها تروس، وداو كيغوتوا. عليا انا. معنا توته. مشاو تلاحوا. وحده قالت لي قالت لي تي بون غوس. الاخرى قالت لي فريمون اي لي بوف. عليا انا عندي زين ديال العجوله. قالت لي ميلي بوف. وحده جايه من لور ما شتاش، قالت لي ما هو كاين لارجور. فرتكوني فرتكوني. وحده قالت لي الله يخليك الا ما خلي لي الكوردوني ديالك. رجع ديك الساعه للدرب جبت لها الخراز. كلاو فين ما تبغيني جيبي لي الصباط، هو يسمر وانا نحضر. يلا هزيت طونوبيل فت الكوليج نطير ندردك نجري نقول ما جريت. شدني الرادار قال لي وقف لامك. وقف 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 وقف. قلت له ما تعيرش ما تعيرش، راه في التلفزيون قال لك تعاملوا معنا بلا بقى. قال لي سير للتلفزيون تعاملوا معك بلا بقى. وقف لامك في الخلا وقف هنا، يجي التلفزيون يشوفني انا اش كنضل ندير في هذا الشموش. وقف نطلق انا وياك دابا. يلا جبد الوراق. يلا جبد الوراق. يلا جبد الوراق. دير الوراق وسط الوراق ورا الوراق. يلا يلا سير سربي 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 دير الوراق وسط الوراق ولا لا؟ انا ما فاهم والو. جبت الوراق ديال الضو مع ديال الكره مع ديال التليفون، هو يدير لي اين عال حسن امك انا كاري لك انا. جاب لي الرواسب انا كاري لك. دوي زين باغي تنوضها وانا غنتهمك انا وياك والله في هذه الخلعه. انت غادي بسرعه. الله يا ودي انا بشعري. قال لي هذيك تجري والقانون كيقول لك اللي فات 80 خلصت من 1000 ريال. ابي خلصت من 1000 صوتي لي الراندا. شوف شريف الله يخليك، كيما تخلصت من 1000 ريال ما تمشي الحبس. ابي على اللي فات 80 كل ما تمشي الساعه يمشي الحبس. قال لي ياه قلت له هذا قبال القروج خاصو يتعدم.
اللي كيجري دوي هاك يشوف فيا قال لي يا معلم تقبيحه دوي قلت له دابا كيفاش تاد الرادار هذا شافني انا ما شافش فؤاد الفيلاتي اللي خوي الفلوس ومشى الخارج ها ما شافش السيد العراقي اللي خلى بنكه واقفه على رجل دوي ما شافش ولد مسؤول قد الخلا باع بوزنيقه كل رمله شافني انا وقف معايا جن دوي لقيتو شادين الرادار مقابلينه مع الارض هذا داز بالضوء الحمر شدوه هذا كيضحك مع نسيبتو دفنوه بقيتو مقابلين الله تطير لكم واحد الطياره في السماء قال لي اش كتقول قلت المغرب يخون طياره عامين هادي المغرب يخون طياره مغربيه اييه قال لي ما سمعتها قدام ما سمعتها تركيا هي الاولى ساق الخبر قال له تركيا قال لك مروكين وسرقين وطيارين قال لي ما خبرناش كيف قالوا في المغرب باش المغرب ما يقوش دوز مع الخبر ديال الشلحه داز مع الخبر ديال الشلحه قال لك الا الفرفاره ديال بيغ وبقى يشوف فيا شت فيه زرق ودموع من عينيه بقى فيا مسكين مع واقف الزنقه ما خدامش درت يدي في جيبي كملت ليه قال لي 5 درهم 100 قلت له اخويا القانون ديالكم خرج لك 100 قال لي علاش قلت له علاش نسبيتكم قال لي الجدار 100 قلت له هات 100 ما تقول لي الجدار 200 نعطي خويا 200 ونتمنى ان شاء الله قاعد تزدهروا ونخلصك بالاورو واش دا قاعد مع الشمس بانوا ليه 100 واحد اخرين باقيين جايين قال لي يا خويا السيكتور حيد 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 سيدنا دايز حيد 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 خلعني كسيريت شفت نجري نقول ما جريت نطير نقول ما طرت نجي جيت ندوز للبار انا كنت غير جيت الصويره دير قريبه تكون الرباط بعد دخلت دخلت الرباط نمشي نزور كاين واحد القبه في الرباط سميتها لالا برمك الامان كيسرقونا في امن وامان هذاك القبة واحدة واحد السيد سميتو سيد الراضي كيكون عندك مشكل كيزيدك جوج مع الدخلة دخلت بديت كنغوت حقوقي حقوقي ويخرج على خينا قال لي شش اسكت اسيدي الناس نازين اسكت اسيدي اسكت 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 تقول كلام كبر منك انت اسكت الناس نازين قلت له ندخل قال لي وحيد صباتك ودخل قال لي اجتي معك الشمعة باش قلت له الشمعة حنا مول فين قال لي ادخل ادخل زور صباتي دخلت القبة مع الدخلة كلها 330 بوكيمون كلشي لابس جلال بيضين سلاهم بيضين طواقي بيضين دايرينها سامعين شي خبار واقيلا مخلوعين ساعة قريبه وانا نقول هاو حتى لابسين البياض حتى لابسين البياض ياك ما ماتوا لي معيالاتهم لان مع هاد المدونه غنبداو حنا نشدوا حق الله من دابا شنو هما يا ربي مولاي شنو هما هادو لابسين البيض درتها قلت هذا هذا وزين ديال طباشير شويه قلت له مش طباشير كي نجي نجيب من الزاويه اخرى الزاويه ما انا ساخي بك وديرها صح هذا باركينغ ديال طيره بقر هنا كيجيو من العام كيكونوا في السماء كتقرب المناسبه كينزلوا كينقبوا كيسلتو 5 سنين اخرى كيعاود يجي صح كيمشي 5 سنين اخرى هذا الباركينغ ديال طيران بقر شويه قلت اش ما طاروش ما يمكنش يطير لي نعرف علاش بارك هو هو البارك فوق ميزانيه انا لقيت برلمان يطق بالكرسي كيتوضى تم كيبات تما خايفين ودي برك الاخر لان كثرت بقيت كنشوف يا ربي شنو هو هذا شنو هو هذا وانا نجيهم قود جيتهم فاكس على مور درت ها بحال دوك المخرجين ديال باي لايت وانا ندير ويتبان لي القبه قبه ديال البرلمان قهويه مصوبه من داك العود داك الغالي الروكو وفوق منه هالكلمة الروكو تصور معايا العود قهوي ومدردر بالبرلمانيين بيضين ماشي توصيل ديال سلو انا بغيت ناكل برلماني قال لي حط احنا اللي كناكلكم حط
يلا بغيت نذكر انا وياه ونسمع الغوات. سمعت الصرير، سمعت الصياح، سمعت واك واك يا عباد الله، سمعت لا اله الا الله محمد رسول الله. خرجت كنجري قدام البرلمان، لقيت الاطباء المجازين المثقفون المهندسين كاع اللي قرات الدوله وسكتت عليهم مجموعين قدام البرلمان وهازين شي اوراق وكيغوتوا. وانا نسول واحد خينا قلت له مالهم؟ قال لي كيتعصموا. قال لي راه كيجيو هنا وكيبقاو يتعصموا كيتسمى تعصام هذاك. وانا نفرح قلت شو سبحان الله، انا والله الا ندير شي حسنه ربي كيبغيني. مع انا واكل شي كرموس هندي كلتو في شهر 8 اللي فات، يلا جاتني المراجعه وانا نتخشى معاهم. قلت لهم انا غادي نتزعمكم وانا من الغوت. والعصيم وابعد عاصمتي وعاصمتا. ويجي عندي واحد البوليسي قال لي اش كدير؟ اش كدير يا ولد الكلب اش كدير؟ نضرك خرقتي القانون. قلت لي بعد مني تفرق مني، اعطيني امتساع، انا حر، انا حر ندير اللي بغيت. ياك المغرب فيه حرية التعبير، وخليني نخرخر مع خوتي طلبة. اسيف عاك بعد مني بقيت كنخرخر 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 كنخرخر. بعد خينا ابوي عرفني قال لي عصام، قال لي انت ما تكون سميت فيها عصام عندك. قال لي عصام وكي واحد الراجل بقيت فيه قال لي غير صبر ولدي. قال لي السهلة يجيبها الله. قال لي صبر. لكن اللي تار انتباهي، اللي تار انتباهي وانا البوليس ما ضربوناش، البوليس ما سلخوناش، ما حداوناش، ما داواش فينا. حيت داك اللي كان مكلف بالسليخ احيدوا ليه الزراوت، حيدوهم ليه. واخا هو ما كانش كيضرب بالزراوت، ما كيضرب لا عصا لا بتريسينتي لا بقرحه لا بجافيل، كيهز بصله وموس كيتقاد مع الشعب المغربي، كيجرح البصله كتبكي امه، كيمشي للحي الجامعي كيجرح البصله كيبكي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كيمشي للنقابات كيجرح البصله كيبكي الاموي، وما يسميوش السي البصلي. سميوه السي البصلي. وانا شي قالوا لي واحد السيد سميتو دريس، وانا بريباري لا تيست ديالي غندير لا تيست دو مسيو دريس البصلي. وانا نفرح قلت لي ما بقاش. قال لي لا وقت لي كان معينا ولد الكلمه. سخنت سخنت مني ما بقاش. قلت ليه هذا البلاد زيان انت معلم. هزيت طوموبيلتي مشيت كنجري، مشيت كنجري، مشيت للسطات. وانا غادي للسطات دزت البرشيد مع واحد الدري ولد خالتي كان موعدني غير يسيفطني للخارج. قال لي فوت رمضان سيفطك كونتر اتاك، سيفط لي كونتر اتاك باش نمشي للبرشيد، نمشي للخارج. شفت عندك خذها غملها كولها، بلادي زيانت، بلادي حيات، بلادي تقادات. حياني الله تشت المسكين كيتباس والمعاق كيتعنق، حياني الله تشت كل شيء مخلط كل شيء مقاد، بلادي تقادات قودو. وانا نزلت طوموبيلتي مشيت للسطاف قلت جيت جيت نعزي هذاك الاساس فين مات، نعزي السير بصلي. دخلت للسطاف، السطاف حزينه، الفيروجات ما خدامينش، الشركات سادين، الشيخات شادين حق الله، كلشي مقبر. جايين الشيخات قدام العماله لابسين تكاش دو بياس وازين تارج وكيغوتوا. ياه وكان عندنا ازهواني واحد وضعنا فيها موينتي، ياه 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 وكاع العملات لبوزنا فيهم اخويتي موينتي، وكاع المناسبات الوطنيه دردكنا فيهم حنينتي. وكيندبوا الا واحد الشيخه مناضله واقفه بوحدها فواحد القنت هزت عريجه كديرها كتقول ليه يا وليدي راه حيدوك من الكناشة لقاوك ما تسواش بحالك. نا 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 وليدات دريسه كاع الدوله كيسها المعلم. عزيتها قلت لها فين كاين الدار ديال السير بصلي؟ قالت لي راه الكاريه اللي بلي. مشيت لواحد الهري دقيت عليه حليه بزز قلت له واحد الخنشه عفاك ديال زراوت وديتها لدار العزوم. قلت لهم خذوا الله يجعلها لي في الميزان المقلوب، هاد الزراويطات الله يجعلهم لي زراويطات زراويطات في الميزان المقلوب. عزاوني قال لي بالك تعشى. قلت لهم لا فلوس الشعب. هزيت طوموبيلتي وانا تنبغي غادي لمراكش. معناه نسيت ما قدمت لكمش راسي، انا خدام في القرض الفلاحي والقرض باقي عزري، ونوان ان شاء الله هذا العام يتزوج. وقال لي استجيب لي قرضه من مراكش.
بغاني نختار ليها انا من جدي قريد. زيد طونوبيل تميت غادي لمراكش كنجري نطير ندردك. خرجوا لي شي نصاره حتى خرجوا لي في الشانطي نصاره بزاف وانا نقول هاو ياك مال البراج تخوصص هادي مات المغرب كيبيعوا فيه ديطاي جاك من ساره خذوا البراج تا هو نصاره خرجوا لي بزاف ديال نصاره قالوا لي لي زاغيتيفو لي زاغيتيفو وانا زاغيتينو زاغيتينو وانا فران فيك وانا نزع من فراني من رضات الوالدين كنت هز معايا الفرنساويه شويه يقول واحد خينا قال لي رجع 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 راه دير لي الليله في السطات الليله وقلت حشومه ما مشيش رجعت للسطات لقيت المسمعين لكن كيقراو في واحد الدعاء كيقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله ما يدوم الا وجه الله لا اله الا الله ما يدوم وجه الله وانا دخلت وسط منهم طربوشي وليت كنقول معهم الدعاء لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما يدوم الا وجه الله بديتي في الاول تتمسكن مني وليتي متمكن بغيتي تبيها حب وتبن ساعة ما بغاش ليك الله علمتينا غير الرشاوي كملتي ما كنتي ناوي خليتي صندوقنا خاوي حتى يوم الدين تلقاه خليتي جيابنا كي صفرق عمرك بودريس ما تفرق بابك ولو كي عفرق وما كانوا الغالب الله ديتي لك شحال من مشاريع خليتي الماء علينا دايع ولادنا دايعين في الشوارع لحني الله رحيم غير الله تنظم الليالي حضروا صحاب الشان العالي هذا من ميريكان هذا من مالي هذا ما عرف شكون باه وكرات صغيرات في حفرات كبيرات وعصات طويلات بها سبحتي عباد الله وشيخات شاطحات ونساء فاسقات وبركات وعيرات اش تقول قدام الله كل شي كان كيتسنى يسمع الخبر ويتهنى ساعة ربي ما خيبنا حمدنا الله وشكرنا طرق وشك طرق مشيت كان جري ونقول ما جريت نطير ونقول ما طرت خرجوا لي نسارة وانا نزال نسراني من نية ورضات الوالدين كنت هز معايا الفرنساوية ديك الساعة حيتسناني ركب الفرنساوية وانا قول نصراني قلت له سيك 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 زعما اش بغيتي انا شتي ديال فرنساوية كنطيرف بها قلت له سيك 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 افين افين او بفرنساوية قلت له او او عابنت لكم معانا في هاد الخلاولة أوه جاتكم عليا أوه ما خفتوش تقلبوني مرتو ما حملتنيش مرت نصراني ما حملتنيش قالت لي هذا متكبر فرنساوية قالت له سولويسلي سولويسلي هي هكذا لا الله يخليكم الإخوان راه فرنساوية احترموني أنا شوف ربي لي عالم ستيف دو ستيف دو ستيف دو راه وسط الضحك القرايه ستيف دو سمعوا الفرنساويه اليوتي راه كان واخد الوالده باش تكون بالك تو قالت له سولويسلي متكبر الفرنساويه قالت لي غروسيست غروسيست كان بيع البيستاج بالحق انا نخلتها ما حملتهاش ما دويتش معاها قلت لها نخال نخال بالفرنساوية قلت لها بان كومبلي قلت لها بان كومبلي قلت لها باغيت وانا قلت لها توستو فروماج نارو توستو فروماج راجل نصراني تخلع قال لها ايه بسير بتي بان بتي بان قال لها حلاوة لسان ها حلاوة لسان بتي بان وشوكولا
وشوكولا. قلت له شنيك؟ شنيك الله يخليك؟ لا عنده شي مرة صغيرة؟ شنيك الله يخليك؟ وما يدهشرهم. يدهشرهم. هو يقول لي اسمح لي، قال لي اقسقزنو. اقسقزنو قال لي ما تفهمناش. ويقدم لي راسه مسكين. هو فرنساوي من فرنسا. وما سهلاش باش تكون فرنساوي من فرنسا. هو فرنساوي من فرنسا ومرته فرنساوية من فرنسا. ولدهم صغير فرنساوي من خريبكة. رابحينه في شي مسابقة. قدموا لي دري صغير قلت لي الله يصلح، الله يصلح فرنساوية. قلت له ديغريساج. ديغريساج مون فيل، ديغريساج مون فيل. كنت بعد واقفين في هذا الخلا وأنا ندور فيه، قلت له اش بغيتي؟ كيسكو تي فول؟ ها؟ كيسكو تي فول؟ قال لي جو فول لو ماروك. قلت له سي ترو تار باسكو إليا دي زونسيان مينيستر كي أون فولي تو لو ماروك. قال لي قلت له كيسكو تي فول؟ اش بغيتي؟ فين فين؟ قال لي بغيت نمشي لمراكش. قال لي الله 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 جبتي عليا بلاد الجدود شايل لها سبعة رجال، شايل لها سبعة رجال بالفرنساوية ساتيا مارون ديسمو. وعاوتاني ترجمت لي بالانجليزية قلت له شايل لها سبعة رجال سيفن اب سيفن اب. وانا نسولو قلت له اون دي با مراكش واش بغيتي بالضبط؟ قال لي بغيت كتوبيه. قلت له قول لي لا كولون فيغتي بغات مراكش. وقلت له اسمح لي اسمح لي حتى لهنا العواشر هذه وانا كنصوم وانت كافر وانا شويه تقريبا جاي لك ما كاينش فرق بيني وبينك ما نجاوبكش على كتوبيه فين جات لنا بلاد السادات نمشي نسول على راسي. مشيت للطوموبيل هزيت التليفون عيطت للوالده شافت فيا شفت فيها لان جا واحد التليفون غنبداو نشوفو تعيط ليا ونشوفك ونعيط لك وتشوفني والتليفون مزيان غير عيالاتنا. انا كنت مقصر الشيخ وانت عيطت لك المراه دوي من جهه الباتري والريعه الكولوار في الضو مطفي. تقول لك في اجتماع تقول لها في اجتماع تقول كذبتي تقول لها هاتي شوف شوف كاين شي كومبيليزون كاين شي قرعه خاويه كاين شي كاس تاع الثلج هاتي ها ودوروا جيت كونسيرج ها انت مجمعين مع السيد مات ليمو والقصاره راه على الجهه القصاره على يمينكم والموت على يساركم. لا حيت هادشي ديال التليفونات مشى بعيد شو النهار الاول مشى الله بان البورتابل عقلته قداش كان قد البلانشا انت الدوي خوك هز معك كتلقى هنا مصلوح كتبدا تقول يا ربي يجيني شي حد اخر يعيط لي باش نصلح هنا حتى هو كتلقى عندنا لي بلي هنايا والبورتابل بقى غادي وكي صغار اترافير الازمنه واترافير العصر والمعاصره حتى هذا البورتابل صغير. ف الشركه الاولى ديال التليفونات قالت لك ودي انا بغيت نمشي بعيد من البورتابل بغيت الانسان كاع انا نحرو مابقاش يهز البورتابل في يدو لي دوك برا في مصاصتو هنا هنا عاديه لا حياء في دين كتمشي للبوسطه كتخلص يعطيك ورقه تمشي للفرماسيان الدور كتولي كلك تعبئه كتم غادي في الزنقه بوحدك في الشانطي كيعيط لك شي حد وكدوي داك الشيء في السماء عندك شركه ديالك في السماء حدا النجوم والانسان كله غيبدا يفيبري تعرف لا فيبريتي كنت واكل العدس ويجيك الدوبل ابيل وانت واكل الحمص غتسمعي ان ابو خطيبكم خان الزقطيه لا مشكل. نات شركه اخرى جات واحد الشركه جديده اخرى سميتها الميديتي هذيك ملي كدوي كتسالي كتلقى الصدى في ودنك هذيك الميديتي داروا اجتماع قال لك فو سافوار كو لا بروميير سوسيتي ا كومي اون فوت البرا شويه صعيبه ليكوي سي بيكونت خصك نديرو البرا خصك نديرو شي حاجه اقل من البرا اش دار لكم ندير لكم قويبات تدير قويب صغير لان البرا كدب قويب زوين لكن برد كتشرشم سهل كتمشي تخلص كتمشي للفرماسيان كتعطيه الورقه كيعرف تبغي قويل تيقول شحال كتلبس داك الشيء شحال تما عندك ما قول 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 شحال شحال كتاخذ القويل كدير الدار
صغيور اصدقاء وعائله. كدير دارك توضا كتقول بسم الله الرحمن الرحيم. اني جاهز على وزن ميدي جاهز. وكتصيفطو وكتقول لك كل كريزو الا غتفوتي بالجيت تعيط لبروكسل. وي سي الريزو اورانج وزيت بروكسل. ولا نسيتي ودخلتي للطواليت تسمع لقد نفدعتي ما دونك مشاعتي ما دونك تسمعوا سمعتي ما دونك واش هاد الكاريزات. ايوا عيطت للوالده جاوبتني قلت لها ماما ما تجيش معايا ماما ناك مي الله يخليك يا الوالده. انا تلاقيت 20 سنه في الطريق وراه مسولوا لي على مراكش والله يجازيك بخير. عيط للركن البوفتيك وسوليه واش طلعت النصارى حلال ولا حرام. قالت لي ما تقطعش وقطعت هي بالوالدين احسانها. عيطت للركن البوفتيك قالت له سيدي. لا نعم يا سيدتي. قالت له ابني هو هز الملاسه وفي ابني هو ماله كان كيبني وحبسته الجماعه كيسحب العماله عيطوا لي قالوا لي ابني. قالت له لا 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 والف لا ابني كويتي سوسيس دو فوا لقد حصل مع النصارى واراد ان يستسوى لها الاتحاد وحلل لها الحرام. قال لها كانت سوالك بالظهر يجوز كان بعد عصر قولي ولدك يدوز. وانا قالت لي سلات الوالدي اش تعد نصراني. قلت له سيد توسلي زيدوا لي زيدوا لي هي متقشيف بالانجليزيه اي ام سوني. ما قدرتش نجاوب قال لي عفاك بغيت ندي منك شي باروك يعني عجبتيني. قال لي انت تبارك الله كذا بغيت القرايه عندك. قال لي فين كتكونوا. قال لي قلت لك انا قاري في شي زباله. انا قلت له خليك كنكون غير واحد. قال لي الله يخليك سمعت ملي كنتو تنظموا كاس العالم في 2006. شكون اللي قال لك هذا الشيء نصراني الاخر. حنا كان غادي ندم حتى كان كاس كان غادي يقول يا ليتني كنت جبانيه. شغلنا ندموا شغلنا ندموا. دابا الدول المتقدمه كيبنيو التيرانات وكيصوبوا الكازون كيبنيو لي زونطيل عاد كيدفعوا ملتماس. حنا مصورين التيرانات غير في الكراطن. واش هذه بلاد ولا كابتن مجيد؟ ها قول لي شتي كم نحن كنت محنو. دابا دابا مع دابا الحكومه عندنا باقا شويه قانفه هذاك الشيء اللي كان وقع في ايامات شافوره وسليمان. ايوا شي هذا هذا الشيء ديال الغشان في المباني. قلت له واحد دابا كيقنفوا قال لك ودي 2006 باقا بعيده غير بداو في 2002 يطيح داك الشيء نبانو حنا مزيانينش بلاتي رفع الله. 2006 باقا بعيده 2005 وثلث نبداو نبنيو 2005 ونص نساليو 2006 قلقصم نشدو القنانب دوز 2006 2006 وربع طلق الرق داز لا كوب دي مونت خبطو تيرانات. ما غاديش نقولو طاحو بالعكس غنسلتو نقولو لي مونيمون. ومع داك خينا اللي كان كيدير ذاكره المدن مع كمل المغرب كملوا فلاه قولوا هاك فاش دور الحركه. يبدا يقول لك اجي اجي صور معايا هنا فين زلك بوينيني بكري ميشيل بلاتيني هنا عضاتو كلبه عندها جات صور هنا هادشي بكري سي لي مونيمونك هذا مونيمونك هذا صور صور. هو يقول لي قال لي اكسيلون. قلت له اذا كتعرفني. قلت له انا الوالد ديالي كان كسال. قال لي قلت اكسيلون كتعرفني. والله لا ديتوش انت فهم المغرب. احنا في المغرب شو دابا كيفاش نوينا نساعدوا القلب صبت الشتاء. عارف راه النيه في القلوب كنتمنوا من القلوب الكبيره تعاون القلوب الصغيره. ضروري ضروري ما تعرفش كاين. وقال لك المغرب اجمل بلد في العالم معلوم ضرب مليار وخرج كفاله. كاين ما احسن من هاد البلاد. ها يلا كاين اضرب مليار وخرج كفاله. بغيت تعرف المغرب واش زوين ركب في التران. ركب في التران التران اللي كيدوز من لي بيريفيريك كيدوز من مور المدن. داك النهار انا غادي للتران ركبت فيه باش نمشي لوجده عاوتاني من السؤل النيه ديالي راك وحدايا نصراني. دزنا من مور فاس الشوك شوك احمر لاصقه فيها الميكاك على قال لي نصراني شنو هذا الشيء. قلت لي بيبي واش غنقول ليه شوك. قلت لي بيبي هي اللي خرجت ليا. قلت له فاس فين فيلد ودند تعال لنا دابا
شحال من مدينه مهمشه في المغرب؟ شو دابا الرباط؟ الرباط ديما كيدو ديك السلعه عمرهم ما ذكروها، كيجبدوها غير في الاذان الرباط وسلع صافي سالينا. المغرب اش من بلد العالم؟ مزيان سير يلاه سير زيد 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 ما كاينش مشكل. والمسؤولين عندنا حنا بشي شكل يا اخي، عندنا شي مسؤولين كيموتوا على الكوارث. الحكومه فرحت في الزنزان ديال الحسيمه، فرحوا قالوا الله غنبانوا خدامين، كلشي طلع الحسيمه داو كوستيمات الحلين كرطوا داروا جاي لبسوا كوستيمات وفوت بندرو قدام الكاميرا يقول لا اله الا الله اجر الله. مشيت للرباط نصوب ورقه العسكر، قلت لي قال لي سير راه كلشي في الحسيمه، شديت كارت بعتهم. وصلت تما كنلقى الناس عباد الله مليوحين بديو الريبين، السيد باقي خصهم يموت والتلفزيون كيقول له كي جاك الزنزال اوليدي؟ ها قول قول كي جاك الزنزال؟ الزنزال جا من 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 اليمن ولا جا من اليسر؟ هذا زنزال ولا النيبت؟ تدوي هم بندرين تماك. الراجل كاين تحت من الانقاض مخشي لتحت طيح عليه دار، الخينا تيقول له خرج، قال والله ما نخرج. شكون اللي كاين تما؟ قال له كلهم كاينين، خرج 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 راه كلهم كاينين. قال لي كاين وزير الشغل، قال لي كاين خرج. قال لي كلموا لي جا عنده قال له خرج يا وليدي خرج خرج يلا يلا تلا 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 قال له كاين شكين كاين علاش نخرجوا؟ كاين شي خديمه واخا تخرجنا ما كايناش خليني محسوب مع الموتى والورثة خليني مخشينا. قال لنا مصيبه. واحد قال لك لقاو خاون كاميو ديال المنطق هذا عام، قال لي ما خاونوش حقي هذا كاميو فيه 30 مانطات وما 30 عام ما جيتو عندنا مانطا في العام نصيبي جاني هذاك ما كنخلوش حنايا ولا سميتها الحشيمه. المسؤولين ديالنا يا اخي شحال كيبغيو يتبندرو، هما ديجا زوينين اسمائهم كتحمق. شوف وزير السكن سميتو حجيره مش انا غنسكن ولا رجم الشيطان حجيره، ولا كان وزير السكن سميتو حجيره وزير التجهيز نسميه حفيره. ها شاطي عامر حفره كيتونيا، وزير الصحه سميتو بيد الله والصحه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. هو كيخدم 7 مليون ما فهمتش انا ملي كيموت لي شي حد كيقول لك اودي هذاك الشيء بيد الله، هذاك الشيء بيد الله وتا لا نعاورتها. وما وزاره الشباب يا اخي كحت على كحت، وزير الصيحه هذاك ماشي صيد غافس، سير غافس غافس كيبيع في الاخطبوط وكيبيع في داك الشيء، وحنا لا نشوفوا الفوق حنا لا نشوفوا الاخطبوط ديز من تحت. اصعب وزاره في المغرب عطينا لواحد سهل سهل زعما سهل، وهذاك عقالب هذاك راه عقالب قوي لب ما دير لينا باش انت تجي قدام البرلمان وتحتج ويعرفوك وقتاش دزت واش قلتي وفين كتسكن. وزارة المالية الله يستر أخي، المالية راجعة باللور والاقتصاد ناعس على كرشو يعني ما فهمتش أنا هذا ما فهمتش العلو في الميزانية والهبوط في المعيشة، شحال ديال الوزارة وشحال ديال المناصب، علاش مثلا ما يجمعوش الإدماج ديال الوزارات مثلا، يديروا وزارة في وزارة وحيدوا عندنا هاد مع شحال ديال الوزارات يخليوها 7، يعني كل وحده كتصب في الاخرى يديروهم بجوج. بحال دابا وزاره الصيد يديروها مع وزاره السياح، حيت لما صيدتيش ما كتشدش لوطيل، يعني خاص تكون ها هنا عندهم علاقه بعضياتها كيقول لها راه انا دبرت غير نشد لوطيل مثلا ونبداو نجيبوا وزاره من برا، مثلا نجيبوا وزير الماليه يكون سويسري، حتى لا كان شي حاجه برا سنسراني هذاك ما بيحسب لي والو، وتا ما دار والو والو جبنا فلوسنا. يا كاين شي سميات ديال الوزاره في شكل سي الوزير الاول صديق ديالنا كنبغيو حبيبنا ظريف سي جدو، ولكن الحقيقه هي اللي قلبتيني سميتو المواطنين طجوا يعني عندك النهار محمد يضرب فيها واحد الفيضان خطير، الناس تهزوا مشاو مع الماء، ما بقى لا سمير في المحمديه لا جيله اللي في سطات كلشي مشى كارثه. هذاك الفيضان كون جاي مات انتخاباته كره المرشح يهز في الغيس ويطلي في وجهه يقول لك الواد اللي داكم انا ما خلاني، انا اخوكم انا اخوكم نجحوني.
شي مسؤول جا عنده قال له واخا شوف هادشي اللي وقع فعلا مودي الله يخليكم دابا هادشي اللي وقع راه ما تقلقوش عليه هادشي ديال الله الله سبحانه وتعالى يدير هادشي قال له واخا هادشي ديال الله وديك القنطره الراشيه ديال امك وهذوك القوات ديال 70 عام مخليهم خالتك قال لهم انتم علاش كتقلقوا حنا بغينا نتقيدوا في كتاب ديال غينيس حنا بغيناكم على حنا غادي يغلبنا ويد ما تغلبناش تيوا حنا بغينا ندخلوا للتاريخ من باب الواسع حنا شكون قال بلي هاد الغيس نضموا فيه كاس العالم يلا وتكون اول دوله في تاريخ العالم كتنضم كاس العالم في الغيس شوف دابا اوروبا كينضموا في الثلج وما كيزلقوش امريكا اللاتينيه كينضموا في الشمس وما كيذوبوش حنا غنضموا في الغيس حيت ما كنحشموش كاين المشكل دوب يا قلبي دوب دوب يا قلبي دوب هلكونا بالكذوب وزيري ما فكر فيا ما رابت ليه دارو ما بات البص بحالي ما داق مرارو وها انا يا شقيف امل طلعت تحبس انا عندي فيلم ديال العزو هنا ولا تحبس راك غادي نمشي للطريق الى كابول ما كاينش حتى فين كابول هنا ما كاين لا بيت ولا والو دوب يا قلبي دوب هلكونا بالكذوب دوب يا قلبي دوب هلكونا بالكذوب وزيري ما فكر فيا ما رابت ليه دارو ما بات على الدص بحالي ما داق مرارو وزيري ما فكر فيا ما رابت ليه دارو ما بات على الدص بحالي ما داق مرارو باب قولو تفضلوا سير مواطن ضرير ما عندي به ما ندير نسيب الوزير اعطيه دار كبير مواطن ضرير ما عندي به ما ندير ونسيب الوزير اعطيه دار كبير هادي ارض كبيره ارا وراك الزوير هادي برارك حقيره زيدهم القصدير هادي ارض كبيره وراك زوير أوليدي هادي برارك حقيرة زيدهم القصدير أرض كبيرة أرى ورق زوير برارك حقيرة زيدهم القصدير كدبوا علينا ببلان ريبونا كاريان كدبوا علينا ببلان ريبونا كاريان بقينا عايشين في الخيام حتى الماء علينا عام بقينا عايشين في الخيام حتى الماء علينا عام ونداروا من الاجتماع بنقص يسرحوا غير القوادس يديروا من اجتماع بناقص يسرحوا غير القوادس شهد الافات اللي صاب رشيد وسطات شهد الافات الحالي اللي صاب رشيد وسطات الناس المحمديه خلاو في قليبكيه الناس المحمديه يا ربي خلاو في قليبكيه وزيري ما فكر فيا ما ربني دار ما بات على الدص بحالي ما داق مرارو مزيان عاوتاني باقي الناس ما فقدوش الامال قال لك غنضموا كاس العالم في 2010 مزيان حنا ما غنديروا والو حنا غنقابلوا كاس العالم 2010 قال لك ولكن المشكل هو ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه دابا 2010 ما بقاش باغا غير لا فيفا ولا شي ديال الكره باغا وزاره السياحه وباغا وزاره التجهيز دابا وزاره السياحه قالت لك في 2010 اون فا اريفي ا ريسيفوار 10 مليون دو توريست في المغرب وزاره التجهيز قالت في 2010 غادي نديروا المترو والرياضه قال لك اودي في 2010 غادي ننظموا كاس العالم وتصور دابا ربي سبحانه وتعالى بقينا فيه وقف معنا عطانا 10 مليون ديال السياحه تجي المغرب ولا كوب دي موند يعني الفروق والقنوات والمتتبعين والصحافه ورجال الاعلام والعائلات ديال الكويريه ما كنعرفوا على ان المغرب ما فيش فنادق فخمه في جميع المدن وتصور معايا دابا البرازيل لعبه فاس رولاندو نعسف مول يعقوب هذا لعاب ولا مجراب ولا فرنسا لعبه بجديده زين الدين زيدان نعسف مولاي عبد الله يصبح مقصر هو وشيخه يقول لي جيت تلعب يقول لي سير لامك تلعب انا مقصر انا مع
نولي ولا زين الدين لا مجي بكري زين الدين قصر مع شيخ خول قلت يقول له جيبها جيبها عندي الشبكة جيبها هاي خليها خليها هنا تسالي وخليها هاي هنا هاي هنا كي غنولي مصيب مترو يمتى غندير المترو حنا حنا مترو لا روب ولا درناه يعني في المغرب لا كاين شي اترو هو الاول احنا الجالية احنا مالي جالية جالية الديواني فردت لي الباليزة مشاو جالية البوليسية دالية القارة وما يسميونا جالية جالية ريشني ومشا كنجي وكندمو في الباطو كنتصلخو برا كنتكشطو فرحوا بينا هذاك العام اللي فات جابونا الغنى جابونا عتروس كيغني سيبوا زاد شيبوا ومرحبا بكم في بلادكم عندنا معاكم رونديفو نفرقعوا لامكم جيابكم اجي مرحبا مرحبا دخل 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 المغرب غونت 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 اجي اجي لك تراجل دخل اجي غونت غونت اجي بيان 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 اجي هذيك المغنيه مسكينه ظريفه كتقدم كتستقبل الناس اجي واجي ومرحبا بكم المغرب هذا هذا المغرب وانا قلت لك تونس انا عارف وتعابيني انا جاي نشوف والديا راه شريت ابارتما وجمعوني فيها جاي نتشارع شي ديال اقامات الدوخه وداكشي ديال زيد دخل انا زيد 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 دخل ها المغرب تفضل 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 غير كتبعد على الكاميرا كتقول لي ما عندكم شي اسبوع عندكم شي عرس عندكم شي انا والعربون انا والعربون والاخر تابعه من الله بحال شي ناقه يلاه ولدت سيدي عبد الرحمن دير مجهودك وتكبدي سيدي عبد الرحمن داق الحال عليا وانت جايب وحدك المغرب وداق عليك الحال واش يقولوا لي جايين 15 في الصفيط سيدي عبد الرحمن دير مجهودك وخرج من المغرب بعد منا يا كتعايرونا خرج عليك خرج عليك وهذا هو الديفو ديال المسؤولين ديفو ديال المسؤولين هو هذا ملي كتكون شي دعايه كبيره فيها بزاف ديال الفلوس كيجيبوا الناس من الخارج قال لك اش يدير دعايه للمغرب كيجيب واحد من الخارج قال لك كيعرف يقاد المالح مع المسوس وكيدير اشهار وكيدي دبوز ديال الفلوس دبوز يعني 100% وحنا فين ما كان شي شهاده الزور كيجيبونا قول الكاشير مزيان قول 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 كاشير مزيان كنبداو نشهدو زور الله يمسخني الله يمسخني واحد ولدي تاهو تابعنا كيشهد زور وانا يا نسيتيني يا العز تنساك الموت اجرو تنساك الموت شوف يا اخي شوف يا اخي شوف هاد الناس اش كيديروا علينا حنايا اجي سيفو زيد شيفو مرحبا بكم في بلادكم شي واحد جا من الخارج مسكين مشى بغى يصوب الوراق باش يدي مع نسيبته مشى المقاطعه من 9 الصباح حتى ل 12 وهو واقف مستقبلو تا واحد ويبدا كيدق على القيد قالو حول الله القايد اسيدي حول الله راكم مهنتونا راكم اسيدي قتلتوا لنا كرامتنا وفي التلفزيون كتقولوا يستيفو زيد شيفو ويقول لي انت كتيق في كلام الشيخات سيد نائب رقدتي بزاف نوض خلي النائبه الاخرى ترقد حداك ولا نسيت داك النائبه تلفت الحيط مجلس النوام الأخت نائمة فيقي فيقي وكيفاش وكيفاش أخت نائمة كيفاش أوه هذا هادشي مزيان كتجي كتلقى هادشي قدامك هكذا في البرلمان يعني أنا اللي عجبني في البرلمان هو أنه تفتح عرفتي كتلقى الطاشرون كتلقى سيكليز كتلقى المعلم مزيان هادشي مزيان تفتح البرلمان واللي جميل هو ولات المرأة في البرلمان يعني هذا عملية ذكية كاع داكشي اللي كيما نكوا على قبلوا البرلمانيين جابوا لهم هيا بارك حدا ما عنده فين يمشي هيا حدا يلاه كيبدا يقول الاخت النائبه خذي الكلمه
دوي تتشبه ديها معك للدار عطي الخدام ما تدوي عطي العزاز يدوي ونعسي حداك الكلمه وبونسامون تصبح وجيب الكلمه كل شيء على حساب البرلمان لا انا مره في البرلمان يعني غير واحد القضيه انا عندي موقف شويه من ماشي موقف عندي ملاحظه بالنسبه للنساء البرلمانيات هو انهم ما يتقدموا الانتخاب حتى يدخلوا سي الياس لان مصيبه الا كانت برلمانيه حامله وجهلوا حمل الميزانيه ديال البلاد ماشي نخله اعطيني شويه من الفلاح ارى لي شويه من السياح اعطيني شويه من داك الدخيل ياخذها التزراو زعما يعني مزيان يكونوا كل عيالات والمراه مشات بعيد في المغرب شوف تبارك الله المراه في المغرب مشات بعيد مرتي سيمانه ما جاتها ماذا شتو اجيبوا ليا مشات بعيد المراه يعني المراه من 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 بوليسيه مشات بعيد ولات فاكتوره داك النهار داك النهار انا في الدار اسمع الدقان حليت لقيت المراه قالت لي انا فاكتوره قلت لها اسمحي لي انا ما شريت الثلاجه باش تجيني فاكتوره قالت لي لا انا ساعيه قلت لها سيري تنهار جمع بنيتي واجي يعني شوف المراه ولات فاكتوره ها هي ولات في البوليس غتولي اوفيسيه غتولي كوميسيره ما يبقاوش الحناش غيوليو الفاع لان الحناش كدور معاك يمشي بحال تولي الفرع فق تما قول قعد كاش غتولي القيده البشاشه غتولي العامله المقدمه الشيخ هذيك راه بكري هي الاولى هي اللي هلكت المغرب شحال ما تبقى يضرع فيها نعرف الشيخات يعني علاش ما يوليش فنان في البرلمان نشوفوا شي فنان نعزلوه يدوي عندنا في البرلمان مثلا شكون بان لكم لا 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 انا ما عنديش العقل انا بحال ديك اللي غتخضر تجيني شي حاجه على شي حاجه ونديها ونزيد علاش ما نشوفوش حجيب مثلا ها حجيب في البرلمان حتى كيتم جاي ناقش يدي ورجليه هو جاي هو جاي هو جاي هو جاي ايوا تيست تيست ايه تيست سيدي الرئيس سيدتي الرئيسه سيدتي وزيره الماليه وزير الماليه مرحبا بالحضور سؤالي موجه للسيد وزير الفلاحه مرتك البارح دارت القديده واش العجل ديال الدوله ولا ديالكم ها ويبدا كيغوت يبدا حاجب كي يدافع ورافع باللحن اسمع جيبوا لي يا ولد عمي الحبيب ديالي ولد عمي تريس البصري كان ولد عمي سجطو ولد عمي نديرو يا انا فوق راسي نتسرى به الكراسي ونقول انا يا مشيت نديرو يا انا في العماريه ونجمع به كاع الميزانيه ونقول انا تسليت ودوز امور مزيان ها اش ما يقولش هادشي هاكا راه بلادنا زينه بلادنا راه زوينه راه غير شي مسؤولين اللي باقيين خاصهم يتشدوا وراه حنا خدامين كنجريو كنديرو في سبيل الله باش تشوفوا كنديرو شوف دابا انت شوف شو دابا هاد الدول المجاوره اش دايره في المغرب شو الصباليون ناضوا لينا قال لك عطيونا حوتكم ولا نقتلوا لكم خوتكم وحوتنا والله ما يديو غير خوتنا وميرنا والله ما ياكل سوى غيرنا يلا قال لك الحوت شويه ماشي نشري الحوت قال لك ليلى ليلى جزيره اسبانيا حاشا والله لا ديتوها لو خان تشامو تقاشر ليلى جزيره مغربيه وتبقى مغربيه واللي قال شي حاجه هالميدان اش بغيتو نتوما كاع علاش في كاين هذا المشكل زيد دير ليلى زيد دير اخرى علاش والو قال لك ليلى تجمعوا جميع الدول راه وليد داك السحور تجمعوا جميع الدول يعني الدول الاجنبيه كلها قالت ليلى اتيني للمغوكان وسالت هنا فعلا ليلى جزيره مغربيه الا خوتنا الا خوتنا الا خوتنا دير لي ولدك زيرو وزيرو زير زيرو هاك داك الشيء جمع الا خوتنا بنو عبس
لان خصك تعرف على ان اول من صنع هذه بصح نيت اول من صنع الصفر هما العرب، ولكن التكنولوجيات الغربيه طورت الصفر في المحاسبات وفي الكمبيوترات وفي الحسابات، لكن العرب وضعوا صفرهم على رؤوسهم تعاد ما يشتري منهم. الدول كلها قالت بلي ليلى جزيره مغربيه، ليلى اتونيل ماروكان ساندونا، ومشاو في حالتهم الا السعود والعرب كلهم بقينا فيهم، شعلوا القنوات ديالهم كلهم وحسنوا وجههم وخلاو هذيك هنا دايره هكا بحال ديك الجلده ديال البوطه عرفتي عليكم، خلاو دايره وبداو كيغوتوا، نحن مع المغرب نحن معكم في ليلى، اسحبوا هذه الريه نحن وشعبنا وشيشتنا نحن معكم ليلى، اللي قرب الليلة نطحن أمو ليلى على ليلى 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 يا ليلى منيتي نقصر مع ليلى يا ودي سير راه حجرة يا ودي سير راه خلا منيتي أنا نقصر مع ليلى حجرة كانت ولا بنية ما نفلتهاش هو كيما كان نحن معكم سنرتدي العباية ونكشف الخبايا نحن معكم إن لو قرب فيكم شي واحد لليلتها عساكم لا تحرمونيش عفاكم عفاكم لا تسري واش لي معها عفاكم هذوك السعود انا واحد النهار تلاقيت مع سعودي غادي في البحر عريان هو والله ما عرفت واش غادي ولا جاي كله بزازل كي كلبه وش كاين ليلى فينك يا ليلى 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 والله يا ليلى وتصور دخلناك والله دابا شو هاد الخيرات ديال بلادنا شوف عباد الله اش دارين على الخير اللي بلادنا وحنا ما بغيناش نعشمو وتصور دابا الصباليون يديو ليلى والجزائر يديو الصحراء الشعب المغربي قلز فوق حجره الصحراء مغربيه وتبقى مغربيه بصح برك في طوري مولينوز شو دابا هاد البركه هكا في التراش حاجه زوينه وتخيلوا معايا دابا كلكم جميع الاسر المغربيه باركين في قهوه في التراس برا كيد قهوه في الهواء الطلق حاجه زوينه القهاوي برا ولكن قال لك شي ولي من اولياء الله الصالحين قرجها في القهاوي اللي خارجت حيد هذا شي ولي من اولياء الله ولكن اولياء الله الصالحين كلهم مدفونين وهذا عنده بيرو في العماله هذا ولي معنتت كيدفنوه كيخرج تينيسه ولكن اولياء الله الصالحين كيعطيو البركه وهذا شتو كيحيد الحركه ناض قال لهم الله يخليكم اللي خارج ادخل يلا يلا اللي خارج ادخل كهوه خارجه ادخل راه حامله تشد يا رجلها راجل مبوقل شدوه مطيب اسنانه خارجين راه فرنسا ثلاث شهور ما قدش دخل يعني قال لهم هذا الولي قال لهم انا حالفت النكي الدار البيضاء انا الدار البيضاء غنكيها انا نرجعك وكدير وفعلا نكاها نك الدار البيضاء كلها يعني هذا الولي من اولياء الله الصالحين سميتو سيدي ادريس بن هديمه مول الباش الاحمر كيداوي عمالي السوسيس ومول البابوش والقهاوي المبنيين بالحجر هاد الوالي قال لهم جاني كرار جاني كرار من الفوق الكهاوي كلهم يريبوا وانا حالفت نكي الدار البيضاء واش انت شوف شكون هي نكيك انت راسك نيل انت راه عندك الوسخ هنا انا عندك الوسخ سير تنقى سير تنقى انت شوف شكون هي نكيك لا هي بصح نيت شي قهوي شنتو كتلقى قهوه خارجه لهنا وقهوه اخرى خارجه لهيه كدوز وسط منهم بحالو كنت داك النهار انا كنستاسوني الطوموبيله قدام واحد القهوه الكارديان كيقول لي قاد الرويض والكارسون تيقول لي اش تشرب اش تشرب اش تشرب جاوني بجوج دقه وحده اي ولكن دابا ما فهمتش انا قهوه تريب قهوه اذا ملي كتريب قهوه كتخرج على 4 الكراس عندهم عائلات ديالهم مساكين خدامين عليهم حشومه واخا ملي كتريب قهوه واحد الوقت عندي كتشرب قهوه كتخلص كيعطيك كرسي الديره غادي كلشي غيمشي يتلاح ودابا ولا الكراس عام شرشمين في درب غلف بكري قال لك ما كنخدموش الشباب لان ما عندناش المناصب دابا ممكن تكون عامل ملحق بجوطيه درب غلف كاين فين توظفك الحكومه